السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميع متابعينا متابعي صفحة زنقة سوسة. احنا متواجدين تو في مقبرة حي العوينة. قلنا بجيو لهنا باش نترحموا على الأموات وعلى الأحبة والأهل اللي فارقونا واللي كانوا عايشين معنا في وقت من الأوقات وفقدناهم. فباش قلنا احنا برا بعد قداش كان نجيو نزوروا المقابر ونترحموا على امواتنا واموات المسلمين بصفه عامه، ان شاء الله ربي يتقبلهم بعفو ورضاه، فهمت، ويغفر لنا ويغفر لهم ان شاء الله الاحياء والاموات. وهذيك هي الدنيا ودنيا ربي ان شاء الله، وهم السابقون احنا اللاحقون بهم ان شاء الله، فهمت. وانتم شكون عنده انسان عزيز عليه توفى له ان شاء الله يحب يتوجه له بالرحمه، هو يعني منبر هذا يمشي له على المباشر، ينجم يمشي يدعي على ابوه على امه على اخوه على خاله عمه حد من الاقارب ولده يمشي له على الاحباب والاهل والاصحاب، يدعي لهم بالخير يمشي له وبالرحمه والعفو، ان شاء الله ربي يتقبلنا بعفوه ورضاه ان شاء الله سبحانه وتعالى، ونتقابلوا معهم ان شاء الله في الجنه باذن الله سبحانه وتعالى، فهمت. ورب يقول سبحانه وتعالى كل نفس ذائقه الموت، كل نفس ذائقه الموت، يعني فمش حتى حد مش خلت الدنيا هذه، فهمت، وانما تجزى وانما كل نفس ذائقة الموت، ولا الآية غابت عليا سامحوني، فهمت، ولكل أجل كتاب. احنا توا باش عندنا خونا فوزي باش عملنا كدعاء يعني شامل للجامع للموت وكل كيا، فخويا فوزي دعاء على موت المسلمين. آمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا بديع الزوال والأراضين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأطعمه وأكرمه اللهم ارحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم انس وحشتهم، اللهم انس وحشتهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اكرم نزلهم واسع مدخلهم، واغسله بالماء والبرد والثلج يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، ابدلهم دار الخير من دارهم، واهل الخير من اهلهم، وجيران الخير من جيرانهم، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم احفظ ازواجهم وابنائهم من بعدهم يا رب العالمين، اللهم احفظ ازواجهم وابنائهم من بعدهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، واجعل ذريتهم من الذريه الصالحه يا رب العالمين. اجعل ذريتهم يا ربي من الذرية الصالحة الذين يدعون لهم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين، وارحم جميع موتى المسلمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث يا رب العالمين، بجاه القران الكريم وبحق اسرار الفاتحه، امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والآل إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ربي يرحمنا ويرحمهم ان شاء الله، ربي يغفرنا ويغفر لهم جميع موتى المسلمين، جميع موتى المسلمين، جميع موتى المسلمين، ربي يلحقنا بهم ان شاء الله في الجنه، وربي دخلنا ان شاء الله الجنه بدون حساب، انه على ذلك لقدير،
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دخولكم للجنه برحمه ربي، راهي برحمه ربي، برحمه ربي راهو افعالنا كل ربي غني عنها راهو سبحانه وتعالى. ان شاء الله ربي برحمته شلا يدخلنا الجنه ويجمعنا بهم ان شاء الله. هذه الذكرى الثالثه تاع اخونا الحاج الصحبي بويد رحمه الله، وان الله وان الله يرجعون، الله يرحم جميع الموتى والمسلمين الاحياء منهم والاموات، ربي يرحمهم ويرحمنا ويرحم جميع الناس، ربي يبارك لكم الناس كلهم. رب سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ذكر فإن الذكرى ترفع المؤمنين. راهو يا عباد تحبوا خلقوا حاجة، راهو قد ما نعيشوا وقد ما نمشيوا وقد ما نجيوا في الكرة الأرضية هذه وقد ما نشوفوا صغارنا وكذا، رانا في الآخر ما لنا إلا الحفرة هذه. هذه الحفرة الدائمة في الآخر، راهو كل بشر يخبي بأفعاله مع أصحابه مع جيرانه، وتكون إن شاء الله تكون إن شاء الله الخاتمة بتاعنا كلها على 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 كلمة لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعطيك الصحة وربي إن شاء الله يرحم موتانا وجماعة المسلمين. خويا فوزي كلمة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لم تعظه الموت فلا واعظ له، من لم تعظه الموت فلا واعظ له. لا بد الإنسان يتذكر الموت ويتذكر الإنسان بس لهذا المكان، فهمتني؟ كيما يعيش في دون ما ينساش آخرته، احنا أمة وسطة، فلابد الإنسان في المولى يفكر في هذا النهار، حتى لابد من نهار باش يجي للقبور، ولابد يخلي إن شاء الله ربي يجازيكم خير. أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم.